نرجع بقى لمشكلة البنات والأولاد، الناس اللي عندها بنات عايزة تجيب أولاد، والناس اللي عندها أولاد عايزة تجيب بنات. وبعدين في آية، الآية اللي هي الله يهب الله لمن يشاء الإناث وإناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعله من يشاء عقيما، أو في يعني الآية أنا مش متذكراها بالظبط، بس أنا فاكرة الجزء الأولاني يهب الله ناس ربنا بيهب لها إناث وناس ربنا بيهب لها ذكور. هنا إناث وهنا الذكور، إناث هنا مش معرفة بقل، معنى كده إن الصفة السيدة هتكون بنات، أما الذكور متعرفة بقل، معنى كده إن الذكور هي الحاجة اللي الناس هتطلبها. ده اللي انا فهمته، برضو هقول تاني ان ده مش رايي، ده اللي انا فهمته من الفيديوهات والحاجات اللي انا قعدت ابحث فيها عشان اجي النهارده اكلمكم. دلوقتي اللي بيحصل، اللي انا فهمته برضو، ان هو بيقول دكتور كيالي دوت بيقول ان احنا ممكن نحدد نوع الطفل. طيب نحدد نوع الطفل ازاي؟ قال دلوقتي ان ما بين الدورتين للمراه، الدورتين الشهريتين للمراه، ما بين الدوره الاولانيه والدوره الثانيه، خلال الشهر في يوم واحد بتكون درجة حرارتها مرتفعة، بترتفع درجة أو درجة ونص. لو حصل التلقيح في اليوم ده الست بتحمل في ذكر. طبعا هو قال بقى يعني هو دكتور في قلب استفاضة المعلومات كلها، أنا ما عنديش يعني يعني المعلومات دي كلها، أنا هقول بس الحاجات اللي أنا توصلت لها. هو قال ما بين الدورتين في يوم بتبقى المرأة في درجة حرارتها مرتفعة، وده بيكون مناسب للتلقيح بذكر، إن هو يجي النطفة تصادف مع البويضة فهيحصل تلقيح بذكر. يعني هو بيقول ان في يوم معين من الشهر الست المرأة يعني لازم ان هي تقيس درجة حرارتها كل يوم ما بين الدورتين، وتشوف اليوم اللي تكون درجة حرارتها اعلى شوية هو ده اليوم اللي بيتم فيه يعني التزاوج ما بينها وما بين زوجها يعني. طيب دلوقتي دي حاجة، ده هو قالها، الله اعلم دي حاجة صحيحة ولا لا. طبعا انا ما اكتفيتش، انا روحت ادور على بقية الناس بتقول ايه. بقيه الناس بيقولوا ان في عالم اسمه تشيتلس، العالم ده تشيتلس ده عمل دراسات، من دكتور الحقيقه، هو عمل دراسات من 1960 ونزل كتاب 1970 في السبعينات، والكتاب ده نجح نجاح باهر، نجح نجاح عظيم وقتها، وكان بيجيب نتائج كويسه. ايه فكره الدكتور ده؟ الدكتور ده بيقول ان الناس من حقها او الناس تقدر ان هي تحدد نوع الجنين ذكر او انثى، ان الناس المتزوجين يقدروا يحددوا نوع الجنين اللي هم عايزينه اذا كان ذكر او انثى. طب ازاي؟ بيقول دلوقتي انتوا عندكم مثلا في ايام معينة، مثلا من بداية الدورة للسيدات لحد نهايتها، في ايام معينة، هو تقريبا كان ذكر الايام دي، قالت في 3 ايام في الشهر، دول في الشهر الثلاث ايام دول لو حصل فيهم التلقيح، 3 ايام دول تحديدا لو حصل فيهم التلقيح يبقى كده هيحصل الحمل في ذكر. وقال ان الرجل هو المسؤول عن نوع تحديد نوع الجنين بنت او ولد، ذكر او انثى. بس بعد هي نجحت لفتره صغيره النظريه دي، بس بعد فتره من الزمن اكتشفوا انها بيحصل فيها اخطاء، لان الناس ما بتقدرش تحدد بالظبط الايام، واحيانا بيتلخبطوا في الايام، وبيجي برضو بنت بدل ولد، بتيجي انثى بدل ذكر. وبعدين اكتشفوا بعد كده ان مش الرجل هو المسؤول عن تحديد الجنين، لا، ممكن يكون هما الاثنين الاب والام هما المسؤولين عن تحديد الجنين. طب نعمل ايه؟ ابتدوا ان هما يعملوا ابحاث تانية، فجابوا معينه من الناس، جابوا عينه من الامهات، ناس عندهم توتر وامراض عصبيه وحالتهم عندهم نفسيتهم تعبانه وكانوا حوامل، وناس تانية مجموعه من السيدات التانيين كانوا عايشين في رفاهيه وحياتهم سعيده جدا ومبسوطين وما عندهمش اي مشاكل. ابتدوا ان هما يقيسوا ويشوفوا مين اللي عنده هيجيب ايه. فلقوا الناس اللي هما متوترين جابوا خلفتهم معظمها كانت بنات، والناس اللي كانوا يعني عندهم حالة نفسية مرتاحة وكده دول كانت خلفتهم أولاد. فقالوا خلاص يبقى هي الحالة النفسية اللي بتأثر. بعدها بسنتين ابتدوا ان هم يعملوا تجربة تانية، يعيدوا تجربة تانية على نفس، على عينة تانية مختلفة من الناس، بس تحت نفس الشروط، تحت نفس الظروف، ناس عندها توتر، سيدات عندها توتر في حياتها ومشاكل في أسري، وناس تانية عايشين في رفاهية. فلقوا ان حصل العكس، الناس اللي في الاول جابت في نفس في التوتر جابت بنات، جابت المره دي بنين، والناس اللي كانت في المرتاحين نفسيا في الاول وجابوا بنين جابوا بنات. فابتدت العمليه كده تتعكس، فابتدى ان هم العلماء يتلخبطوا، قالوا ايه، يبقى لا، يبقى كده النظريه دي كمان مش صحيحه، لازم ننسفها. فهم ايه، نسفوا النظريه دي كمان، ابتدوا ان هم يشوفوا نظريه تانية، قالوا يبقى هي ممكن تكون نظريه في الجينات،
بس نظرية الجينات، يعني مثلا في عيلة البنات فيها اكتر، العيلة دي بتجيب بنات اكتر، طب والعيلة دي، العيلة دي بتجيب صبيان ولاد اكتر، طب ده بناء على ايه؟ ده حاجة في الجينات نفسها، الجينات الوراثية. بس اكتشفوا ان العيلة اللي بتجيب بنات ممكن شهر تجيب بنات وممكن شهر تجيب بنين، والعكس بالعكس، العيلة اللي هي معظمها بتجيب خلفتها صبيان او اولاد شهر ممكن تجيب بنات وبرضه شهر ممكن تجيب بنين. فلو هم قللوا فرص الحمل في الشهر اللي هو فيه البنات ممكن يجي فيه الشهر اللي جاي بنين، يعني ما يحصلش ممارسات معاشرات زوجية خالص في الشهر البنات، والشهر اللي بعديه اللي هو بيحصل فيه البنين يعملوا فيه. فبالتالي برضو عملوا الابحاث على كده، والابحاث برضو فشلت، ما قدروش يوصلوا للحاجة اللي هم عايزين يوصلوا لها. طيب انا استمعت كل الحاجات دي، وبرضو ابتديت ان انا اشوف الدكاترة التانيين بيقولوا ايه، دكاترة علم، دكاترة امراض النساء والتوليد، النساء والتوليد، فبرضو ده انا شفت حوالي 3 4 5 دكاترة، حبيت اشوف رأي الطب ايه. ففي منهم دكتورة السورية كانت بتقول يا جماعة احنا ممكن نحدد نوع الجنين عن طريق ال يعني احنا الحقن المجهري، الحقن المجهري بيدي الناس الفرصة انها تختار نوع الجنين، بس ده طبعا لازم يكون تحت ارشاد طبي دقيق جدا عشان ما يحصلش لخبطة في البويضات ويجيبوا مثلا بويضات حد تاني، فلازم تكون فيها امانة علمية عالية وتكون فيها كمان يعني دقة في اختيار البويضات، بس انت من خلال الحقن المجهري بتقدر ان انت تحدد نوع الجنين بتاعك. اختي كلمينا عن سورة البقرة، هل حقيقي انها قراءتها تغير حياتك؟ حضرتك انا طبعا بنزل كل يوم فيديو، حضرتك ممكن تقدري تتابعيني، لان النهاردة دي مش الموضوع الاساسي اللي انا جاية علشانه يعني، ممكن اتكلم عليه في مرة تانية. فدلوقتي بنقول ان اللي احنا بنقوله ان دلوقتي هل احنا نقدر ان احنا نتحكم في الموضوع دلوقتي عن طريق الطب وعن طريق العلم بنسبة كبيرة جدا ان انت تقدر تتحكم فيها، بحيث ان الاب والام قبل ما يحصل الحمل بيروحوا يكشفوا عند الطبيب ويشوفوا لو في اي مشاكل مثلا صحية. حتى كمان يا جماعة بيقولوا ان التدخين بيجيب مشاكل للاطفال، يعني ممكن التدخين يجيب للاطفال توحد، الاطفال الاب المدخن او الام المدخنة ممكن يجيبوا الطفل يجيله توحد. يعني احنا مثلا لو عندنا طفل عنده توحد او طفل عنده مثلا لا قدر الله اللي هو متلازمة داون تقريبا، اللي هما يعني مش هنقول متخلفين عقليا، يعني مش ادراكهم مش كامل، الناس دي يعني دي بقى مش داخله فيها قدره الله، دي داخله في الام والاب. الام عندها نقص في معادن معينه في جسمها او نقص في حاجات معينه، ما اكلتش حاجات محدده وهي حامل، فالطفل طلع عنده الاعاقه دي. اي طفل بيتولد باعاقه دي بتكون الام والاب هم المسؤولين عنها، الام ما بتكونش كان في وضع صحي صح، ما كانتش الام بتاكل كويس، او كان عندها ضغط نفسي كبير، او كانت على مشاكل مع الاب، الام مدخنه او الاب مدخن، او في الاب او الام حد منهم بياخد مخدرات، وبالتالي كانت المشكلة جاية من الطريقة دي، من المشكلة دي. فالطفل لما بيتولد مثلا عنده إعاقة ذهنية ده ما بيكونش يعني قدر ربنا اللي هو كاتبه ان فلان هيطلع معوق او عنده تخلف او الكلام ده كله، دي مشكلة الاب والام. كان الاب والام لازم يعملوا اختباراتهم وحاجاتهم قبل ما يروحوا، وان هم لو عندهم طفل يهتموا بتغذية الام كويس وانها تكون في حالة نفسية كويسة عشان الطفل يطلع سليم. يا فاحنا كده انا كده تقريبا يعني ايه عرضت لكل المعلومات اللي انا قلتها، عرضت كده لكل المعلومات اللي انا وصلت ليها خلال الاسبوع من معلومات. دلوقتي طبعا القرار الاخير يرجع ليكم للناس، احنا بنقرأ سورة البقرة عشان نجيب ولد او نجيب بنت، او ان احنا ما بنجيبش اطفال خالص، دي هترجع ليك. سورة البقرة بتشتغل في حالات كبيرة، بتشتغل في حالات كتير كتير، وربنا طبعا في الأخير هو ليه الرأي الأخير، بس انت لازم تجتهد ولازم تاخد بالأسباب اللي احنا قلناها، ربنا اداك الأسباب واداك الطب واداك العلاج، اوجد الأسباب. طبعا هي المعلومات موجودة كلها متاحة، لو اي حد حابب ان هو يعرف معلومات اكتر يقدر ان هو يروح ويدور في الانترنت ويجيب معلومات اكتر ويثقف نفسه اكتر ويتعلم اكتر، وبالحالة دي انت عندك الحرية. انا عن نفسي طبعا اكيد انا اكيد هقول لك طبعا تلتزم بسورة البقرة وتنتظم عليها، وان شاء الله ربنا هيديك كل خير، لان بتغير في الحياة الناس بشكل غير عادي، بشكل غير عادي. بس اهم حاجة ان انت تكون عندك نية التغيير، لان انت لو ما عندكش نية التغيير انت مش هتتغير، مش هيحصل حاجة في حياتك، انت لازم تكون من جواك عايز تتغير للاحسن، عايز الحاجة اللي تجيلك دي تكون واثق ان ربنا هيديها لك. دي حاجة.
جربوا جنب سورة البقرة حاجات تانية زي الاستغفار الكتير، التسبيح الكتير، وبعدين الاستغفار العميق اللي انا اقصده، مش الاستغفار بتاع اللسان، الاستغفار العميق ان انت بتقول استغفر الله وبتفكر في الكلمة دي ان انت فعلا ندمان على كل حاجة عملتها، الاستغفار العميق. يبقى انت كده عندك سورة البقرة مع الاستغفار، سورة البقرة مع الصوم، سورة البقرة مع الصوم عن الكلام، كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي تقدر ان انت تجمعها مع بعضها، بس في كل الاحوال. وزي ما انا كل مرة بقول ان سورة البقرة لازم هتكون معاك ثابتة، سورة البقرة تحاول تثبتها كل يوم، وانت ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي تغيير كبير في حياتك، لانها غيرت في ناس كتير جدا. سورة البقرة ممكن تغير حياة بني ادم من تحت لفوق، تغير حياته كومبليتلي، تغير حياته 360 درجة، وده عن تجربة شخصية مني وعن تجربة ناس كتير كتير كتير. وانا ان شاء الله هفضل كل يوم انزل لكم يعني قصة حد نجح مع سورة البقرة والانجازات اللي هو حققها معاه، عشان نفضل كلنا متواصلين، وعشان نفضل كلنا نقراها، وعشان ربنا يبعد عننا الشيطان، لان طول ما احنا معانا الشيطان عمرنا ما هنحقق اي انجاز في حياتنا. وانت عشان تطرده يبقى لازم ترجع لسورة البقرة وترجع للقرآن كله. طبعا انا مع احترامي للناس بتقول لك انا اقرا القرآن كله وخلاص، او جميل، بس في سور الرسول عليه السلام ذكرها بالاسم، من ضمنها سورة البقرة ذكرها مرتين، فاحنا لازم ناخد بكلام الرسول برضو، لان هو اعرف مننا، هو اكثر درايه مننا. فكل اللي احنا هنقدر نقوله ان الناس تلتزم بسوره البقره، واللي عنده حاجه نفسه ربنا ان هو يديها له، يدعي الله بنيه صادقه ان ربنا يحقق له الحاجه دي، يدعي ربنا بنيه صادقه. في كمان بالنسبه للناس اللي هي عايزه تجيب مثلا اولاد او بنات، في حاجه يعني فكرتها قبل ما اختم، ان انا كده طولت عليك وانا مش عايزاكم تزهقوا مني. يعني في ممكن لو احنا رجعنا لعلم الطاقة، بجانب طبعا كل اللي انا قلته في الفيديو، بجانب علم الطاقة بيقول ان في حاجة اسمها اللوحة المرئية، ممكن ابقى اتكلم عنها في مرة تانية. اللوحة المرئية يعني مثلا لو واحدة عايزة تجيب طفل، تحط صورة طفل كده جميل قدامها في مكان تقدر تشوفه كل شوية، مكان قدامها تشوفه يعني في اي مكان في البيت عندها، بس بتكون بتشوفه كل يوم كل يوم، وكل ما تشوفه تقول ان شاء الله ربنا هيرزقني الطفل، ان شاء الله ربنا هيرزقني بطفل. مثلا لو في حد عايز يجيب بنت، يحط صوره بنوته حلوه كده من الانترنت، من مجله او من حاجه، يقصها ويحط صوره البنوته دي قدام منه، وكل ما يشوفها يقول بعون الله وباذن الله ان شاء الله انا ربنا هيرزقني بالطفله دي الجميله دي، وان شاء الله هتكون طفله تقيه وهتخشى الله وهتطلع جيل صالح. لازم النيه يا جماعه، وهركز تاني على النيه يا جماعه. في حاجه كمان، لو واحده مثلا نفسها انها تجيب ولد، عندها بنات وعايزه تجيب ولد، بتعمل نفس الطريقه برضو، بتجيب صوره ولد من انترنت، من مجله او من حاجه، وبتقصها وبتحط الصوره دي قدامها في مكان بتقدر تشوفه كل يوم، وكل مره بتشوف الصوره تقول ان شاء الله ربنا مش هيخيب ظني، ان شاء الله ربنا هيديها لي، ان شاء الله ربنا يعني هيبلغني مقاصدي. تمام كده انا بالنسبه لي خلصت. بس هقول يا جماعه، لو في اي اسئله ان شاء الله تبعتوها عليا على هنا او على الخاص، وانا ان شاء الله هحاول ادور وهبحث، وان شاء الله ربنا يهديني للمصادر واجي اشاركها معاكم. لو في حاجه حصلت عندي خلال الاسبوع، اكيد تيسر لي امر او حاجه، او جت في بالي معلومه، او وقع في طريقي معلومه وانا بعمل البحث، اكيد حاجه ان شاء الله وهشارككم، وربنا يجازينا كلنا عليها. كمان ليا حاجة طلب، ان الناس لو تقدر انها تشير فيديو، لان في ناس هنا ممكن ما يكونش شافت الفيديو ده، واحنا ممكن ننفعهم باي معلومة، حتى لو معلومة صغيرة جدا، يعني ان هم يلتزموا بسورة البقرة، او يروحوا يشوفوا قصص الناس اللي نجحوا فيها وكده، لان طبعا انا مش هقدر اوصل لكل الناس، انا علي هرشح سورة البقرة للناس المسلمين كلها اللي في الدنيا، بس طبعا دلوقتي مش هنقدر نوصل لهم. فالناس لو تقدر تعمل شير للفيديو، اعملوا له شير بحيث ان هو يوصل لناس تانية، لان ناس تانية ممكن يكون عندها اراء في المواضيع اللي انا اتكلمت فيها، او في موضوعات تانية، وتنفعنا بالاراء بتاعتها دي، هتخش وهتعمل مداخله وهتقول لنا المعلومات دي. يمكن انا مش هلم بكل المعلومات، مش هقدر ان انا اجمعها كلها، لكن في ناس تانية ممكن يكون عندها معلومات وتيجي تشارك معلوماتها دي معانا، وكلنا نستفيد. احنا كلنا يعني ممكن محدش فينا يعرف كل حاجه، فمحتاجين معلومات اكتر. فممكن حد يشوف الفيديو، لو انت عملت له شير ممكن حد يشوفه ويدينا تعليق، كلنا نستفيد بيه، ممكن نضيف حاجه كبيره مثلا كلنا هنستفيد بيها. فبس كده تقريبا انا خلصت الحاجه اللي كنت عايزه اقولها وعايزه اشارككم بيها. ان شاء الله يا رب ما اكونش ثقلت عليكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا باي حاجه ولو معلومه صغيره من البحث اللي انا عملته ده،
وبرجع اقول ده مش رأيي الشخصي، انا بس اجتهدت وجبت معلومات وانت ليك في الاخير انك تقتنع بالمعلومات دي او تتأكد من صحتها او تتأكد من خطأها او لا يعني لا تقتنع بيها على الاطلاق، ده شيء مطلق ليك، مطلق حرية ليك فيها. بس ده كان اجتهادي يعني. وباذن الله هشوفكم على فيديو تاني، ممكن يكون على يوم السبت او الحد، لو انا لقيت اي معلومه جديده عن سوره البقره او اي حاجه تانية ممكن تفيد الناس وتنفعها، ان اساسا هو الهدف من المجموعه دي ان احنا نفيد بعضنا واللي يعرف معلومه يشارك بيها. فانا ان شاء الله لو اي حاجه وقعت في طريقي اكيد هاجي واشارككم بيها. واشكر كل الناس اللي هم دخلوا معانا النهارده لايف، اشكركم كلكم، ما قدرتش اذكركم بالاسم عشان خوف تنسى المعلومات اللي عندي فسامحوني، ومرحبا بيكم كلكم، وان شاء الله تكونوا مبسوطين معانا في الجروب وتكونوا استفدتوا، ربنا يجازيني انا وانتم واي حد بيشوف الفيديو، ربنا يجازينا كلنا خير ان شاء الله. وبس، وانا عندي هنا مساء ضلمه فبالليل، فتصبحوا على خير صباح الخير بالنسبه للناس اللي عندهم مواعيد مختلفه يعني، واشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي.